Hey everybody, I'm going to read three news headlines off of the BBC Arabic webpage because recently I've been asked if I could make a video of me reading some MSA Arabic, some Fusha, and so here it goes. المالكي يطالب أردوغان باحترام سيادة العراق. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يجري محادثات في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي طالب مجددا أنقرة باحترام سيادة العراق وعدم تجاوزها. Here's the second one. رفع علم إسرائيل للمرة الأولى في الإمارات. بيان للوزارة الخارجية الإسرائيلية يؤكد أن علم إسرائيل رفع للمرة الأولى في أبوظبي منذ أيام خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. Here's the last one. فتح تقبل الورقة المصرية وحماس تطلب مهلة. عزام الأحمد يقول إن حركة فتح وقعت على وثيقة المصالحة الوطنية التي اقترحتها مصر للوفاق الفلسطيني، بينما طلبت حماس من القاهرة مهلة 3 أيام للرد. And that was it. Tell me what you think. Was it good? Was it bad? Is my pronunciation terrible? Is it okay? Let me know.